وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة العالمين الجديدة على عدة قرارات، من بينها الموافقة على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية. كما وافق المجلس على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء. كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي، فضلا عن التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة بشأن إقامة 20 مشروعا في 10 محافظات.